السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطلاب ومتابعي مستر نجار على قناة اليوتيوب. اهلا بيكم يا شباب في الحلقه رقم 3 في سلسلتنا الجديده حل تراجم منصه حصص مصر وموقع لونج مان. حبايبي الحلوين، شايف ناس كتيره جدا مبسوطه وناس بتقول الحمد لله ان احنا بنحل الحاجات دي، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. حبايبي ما تنساش تحمل اللينك وبتنزل التراجم مش محلوله، تخش يا حبيب قلبي تحل وحدك، وبعد ما تحل وحدك تدخل تحضر الحلقه، وبعد كده تشوف النوتس الملاحظات وتشوف اخطائك، وباذن الله حلك هيبقى كله صح باذن الله. بسم الله توكلت على الله، اللهم افتح بيننا وانت خير الفاتحين. يلا يا حبايبي نبدا كالمعتاد، اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا شباب على بركه الله نبدا مع بعض. اول ترجمه بيقول لك ايه؟ طبعا حبايبي choose the correct English translation، اختار الترجمه الانجليزيه الصحيحه. حبيب قلبي تعالى نجدد مع بعض العهد والوعد، عشان تبقى شاطر في سؤال الترانسليشن، واحد تكون بتعرف تحل الترانسليشن، يعني يبقى معاك الخطوات الاساسيه ازاي نحل تراجم. رقم 2 يكون عندك مجموعه فكاهه كلمات. حبايبي الحلوين اللي اتعامل معانا كنا نزلنا قاموس في مذكره الترجمه، وقلنا ده مهم جدا، والكلام ده كان في الحصه رقم 2 اول السنه. اما بعد كده خدنا قاموس كلمات في كتاب اكسلنت الشرح، قاموس في غايه الاهميه وكان مهم جدا جدا جدا، وحفظناه ورجعناه. على بركه الله يلا نبدا مع بعض. هتحل وحدك الاول، بعد كده تشوفني انا اخترت ايه. حبايبي الحلوين بيقول لك لقد اصبح تطوير التعليم من اهم الاهداف التي تسعى الحكومه لتحقيقها. خلينا متفقين على حاجه، ان اي لقد يا شباب بتشير الى البريزنت بيرفكت، اي لقد تشير الى البريزنت بيرفكت، الى المضارع التام هاف اور هاز زائد التصريف التالي. دي اول معلومه اكتب. طب يا مستر لو لقيت كلمه قد، حبيب قلبي لو لقيت كلمه قد هتستخدم ماي اور مايت وانفينيتيف، تمام كده ما ننساش. طيب هات اول واحده بيقول لك لقد اصبح تطوير التعليم من اهم الاهداف التي تسعى الحكومه لتحقيقها. تطوير التعليم يبقى developing education، تطوير التعليم. طب ما الاولى كده والثانيه كده والثالثه كده والرابعه يبقى زي بعض. has become اصبح بقى، يبقى هبدا بالفعل ثم اجيب have او has، التعليم مفرد يبقى has become، تمام كده حبيب قلبي اصبح تمام. من اهم الاهداف يبقى one of، قلنا يا شباب ان one of بيجي بعديها صفه تفضيل ثم اسم جمع، قلناها في الحلقه الاسبوع اللي فات، اسم تفضيل بعد وان اوف صيغه التفضيل والاسم الجمع. يلا يا حبيبي من اكثر الاهداف، من اهم ذا موست وهنا ذا موست وهنا ذا موست وهنا ذا ليست الاقل، يبقى الاخيره هتطير. من اهم الاهداف ما ننساش وان اوف صيغه تفضيل اسم جمع. طب اسم جمع يا مستر الاولى ايم، يبقى الاولى غلط يا حبيب قلبي. الثانيه بقى عندك ايمز ودي ايمز، يبقى احتمال الثانيه الثالثه، نكمل مع بعض. بيقول لك has become اصبح one of the most important aims which the government، اللي الحكومه بتحاول ان تحققها. ما تنساش حبيب قلبي الحكومه تعامل معامله الانفينيتيف، تعامل معامله الايه؟ المفرد سنجلر، يبقى عندنا يا شباب هتبقى tries، الفعل بياخد اس. ما ننساش ان الحكومه بتعامل معامله المفرد، يبقى الفعل بياخد اس او اي اس او اي اي اس، يبقى طبعا ترجمتك الصحيحه نمبر بي. حبايبي الحلوين وعرفنا الباقيين غلط ليه؟ ما تنساش ان رقم 3 عشان جايب تراي، لا هو طبعا ما بتعملش معامله الجمع. حبايبي الحلوين رقم 2 بيقول لك يجب على الوالدين توجيه ورعايه ابنائهم ليواصلوا رحله الحياه بامان، يبقى ما ننساش ان الترجمه الاولى هتبقى نمبر بي. يجب على الوالدين توجيه ورعايه ابنائهم ليواصلوا رحله الحياه بامان. مين الوالدين؟ بيرنتس طبعا حبايبي، تمام. ماست يجب ان يهتموا بايه؟ باولادهم، كير فور يهتم طبعا، كير فور او كير اباوت، اكتب يلا يا شباب كير فور او كير اباوت، او لوك افتر او لوك افتر يعتني بيه، مش لوك فور، يبقى الاخيره غلط. طبعا يجب ان يهتموا بايه؟ زيرو تشيلدرن، باطفالهم، تو كونتينيو لكي يستمروا، تمام؟ لكي يستمروا في حياتهم، حياة مين؟ حياة الأطفال، أطفال جمع، يبقى مش هينفع اللي فيها هز، يبقى التانية غلط. في حياتهم بأمان، في حياتهم
بامان. بامان ده ادفيرب حال. بامان ما تنساش بامان. يبقى الاولى. طب يا مستر ما خدناش ليه الثالثه؟ حبيب قلبي الثالثه ختمه بكلمه سيف، امن. انا عايز بامان. يبقى طبعا حبيب قلبي رقم ايه 2 هتاخد ايه. اما نمبر 3 يا جماعه، نمبر 3 بيقول لك يجب ان نتحلى بالصبر. يجب ان نتحلى بالصبر في مواجهه مشاكلنا الاقتصاديه الحاليه. يجب ان نتحلى بالصبر. حبيب قلبي هنبدا بالفعل، يبقى وي ماست. تمام، وي ماست. بي كاركترايزد باي، ان نتحلى بي. الصبر، الصبر ده اسم، بيشنس. اما لو بصيت في الاولى هتلاقيها بيشنت، صبور، يبقى الاولى خطا. طيب الثانيه والثالثه والرابعه الصبر. ان ذا فيس، في مواجهه كارنت ايكونوميك بروبلمز ولا تمام كارنت ايكونوميكال بروبلمز ولا كارنت اللي هي نمبر دي. لو بصيت في نمبر دي يا شباب او نمبر بي هتلاقي كلمه كارنت في نمبر بي، هتلاقي كارنت في نمبر بي بالاي، وده الزبيب ها او نبات القشمش. تمام، يبقى الثانيه برضو غلط. لا احنا عايزين كارنت بالاي اللي معناها حالي. طب يا ترى هناخد ايكونوميك بروبلم ولا ايكونوميكال؟ هناخد ايكونوميك الاخيره. طب ليه يا مستر ايكونوميكال غلط؟ ايكونوميكال حبيبي معناها مدبر، معناها مدبر او تمام مدبر للانسان، مقتصد، المفروض يبقى مدبر في حياته. بتيجي مع العاقل معايا ولا لا؟ وممكن اقول السيارات ايكونوميكال، سيارات مدبره في البنزين بتوفر للطاقه. يبقى حبايبي هنا هناخد مين؟ نمبر دي، ايكونوميك بروبلمز. ايكونوميك معناها اقتصادي، بتيجي مع الغير عاقل. اما ايكونوميكال بتيجي مع الانسان، الانسان المدبر. حبايبي الحلوين يبقى الترجمه نمبر 3 هتاخد الاخيره نمبر دي. رقم 4 يا شباب، لقد اصبحت السياحه مستر حبيبي، لقد بتشير الى البريزنت بيرفكت المضارع التالي. لقد اصبحت السياحه، يبقى السياحه توريزم. الثانيه توريزم، الثالثه توريزم، الرابعه تروريزم الارهاب. يبقى نشيل الرابعه اكيد. الارهاب هاز بيكم، ما تنساش ان الثانيه فيها بيكام. لا هاز عايزه باست بارتيسيبل، التصريف الثالث معايا ولا يا جماعه؟ خلاص يبقى التصريف الثالث. يبقى عندي هنا يبقى الثانيه طبعا غلط. طيب الباقي الاولى والثالثه، والثالثه اصبحت ذا باك بون، العمود الفقري اوف ديفلوبمنت، تطوير الايجيبشن ايكونومي، الاقتصاد المصري. طبعا هتبقى مين؟ الاولى يا جماعه، الاولى. اما ايكولوجي علم البيئه فمش هتنفع، يبقى الثالثه خطا برضه. حبايبي الحلوين يبقى كده الترجمه رقم 4 هتاخد مين؟ الترجمه الاولى ان شاء الله. حبايبي الحلوين نشوف الملف الثاني. تمام يا جماعه، نشوف الملف الثاني. خلاص الملف الثاني في الحلقه بتاعتنا النهارده. يلا يا شباب الملف الثاني طبعا بيقول لك بيتكلم عن الرين فورستس، الغابات المطيره او بنسميها الغابات الاستوائيه. يلا يا شباب كده ابدا صحح معايا كده وقول لي هنعمل ايه النهارده في الترجمه اللي عليها الدور دي. ابدا حبيب قلبي نقراها الاول. رين فورستس كونتين، الغابات الاستوائيه او المطيره بتحتوي على سم اوف ذا موست فاليبل ريسورسز، بعض الموارد الايه؟ القيمه او الاكثر قيمه. التي بقى مين يحتاجها الانسان؟ في المان، مان انسان. لو قلت مان انسان، امان رجل. مان انسان، امان رجل، زمان الرجل، الشاطر اللي بيكتب. التي يحتاجها الانسان وبيستخدمها، يت، حلوه يت هنا، يت حبيب قلبي هنا بيقول لك ومع ذلك او ولكن. تمام؟ they are being destroyed، ولكن الغابات بتدمر. in massive proportion، طبعا هنا بنسب كبيره جدا ضخمه. التي in turn، والتي بدورها، حلو تعبير in turn، leads to، تؤدي الى global warming، درجه ارتفاع درجه حراره الارض او الاحتباس الحراري. خلي بالك ممكن يجي السائل. تمام، طبعا نتكلم عن التلوث وازاي نحل مشكله التلوث. حبايبي الحلوين يبقى نمبر 1 يا ترى هتطلع ان فيهم. يلا نقرا مع بعض. الاولانيه طبعا تحتوي الغابات الاستوائيه على معظم الموارد الاكثر قيمه. لو بصيت في رقم 3 يقول لك الاقل قيمه، يبقى الثالثه تروح. الاكثر قيمه والتي يحتاجها الانسان ويستخدمها، ومع ذلك يتم تدمير الغابات، ديستروي تدمر. لو بصيت في الثانيه يتم تعمير، يبقى الثانيه الثانيه خطا. يتم تدمير تلك الغابات بنسب ضخمه، وهذا يؤدي بدوره الى الاحتباس الحراري. تحس ان الاولى دي صح على فكره. تعال نشوف الرابعه كده بيقول لك ايه. نشوف الرابعه بيقول لك ايه في الرابعه بقى.
دولة تحتوي الغابات الاستوائية على معظم الموارد الأكثر قيمة والتي لا يحتاجها الإنسان. هي خلي بالك يحتاجها الإنسان، يحتاجها، شوف ما نيدز. أما الرابعة بيقول لك لا يحتاجها، يبقى الرابعة خطأ، يبقى الصح هي الأولى يا شباب، يبقى رقم واحد هي اللي صح. حبايب الحلوين انتهينا من الترجمة الأولى، يلا ناخد الترجمة رقم اتنين. ستودنتس الطلبة، مالهم بقى يا عم الطلبة حبايبنا؟ بيتعلموا نوت أونلي، نوت أونلي معناها ليس فقط، تعبير مهم جدا، بات أولسو، ليس فقط ولكن أيضا، ليس فقط ولكن أيضا. بيقول لك بيتعلموا الطلبة دول إيه بقى؟ كثير من النيو نولج، من المعرفة، ليس فقط من الكتاب ولكن أكثر من مين؟ من الخبرة الضرورية، مثل كيف مانج تايم، طبعا مانج تايم كيف إيه يديروا الوقت، and how to cooperate وكيف يتعاونوا مع الآخرين. يلا نشوف كده إن الترجمة صح. الكتب لا يتعلم منها الطلاب، هنا طبعا هنا بيقول لك الكتب لا يتعلم منها الطلاب، لا ازاي الكتب هنا؟ بص بقى ركز معايا كده، بقول لك ستيرنز الطلبه، الكتب لا يتعلم منها الطلاب الكثير من المعارف. خلي بالك هي متلخبطه حبه، بس يبقى الطلاب هنا ليس فقط يتعلموا منين؟ من المعرفه فقط، ولكن ايضا من الكثير من الخبرات الضروريه، مثل كيفيه اداره الوقت وكيفيه التعاون مع الاخرين. تمام كده يا شباب؟ شوف شوف شوف، قال لك النيو نولج، المعرفه الجديده، هنا جاي في رقم واحد المعرفه القديمه، يبقى هنا كثير من المعرفه الجديده جايبها في الاولى القديمه. لو بصيت في الدنيا بيقول لك ايه؟ الكتب لا يتعلم منها الطلاب الكثير من المعارف الجديده، ايوه هي الثانيه هي اللي صح، المعارف الجديده. طب يا مستر ليه الثالثة غلط؟ قال له وكيف، شوف وكيفيه التعدين، لا هو مش التعدين هو التعاون، يبقى الثالثة غلط عشان كلمه التعدين. طب الرابعه غلط، قال لك التعاون ضد الاخرين، هي مش ضد، هي مع الاخرين with. يبقى حبيب قلبي الترجمة الصحيحة هي رقم اتنين، يبقى السؤال رقم اتنين ترجمته الصحيحة هي رقم اتنين. تمام يا جماعة؟ ماشي يا حبيب قلبي، نخش على الترجمة اللي بعديها، choose a correct answer. تمام، عايزين English translation، الترجمة الإنجليزية الصحيحة. يفضل بعض الناس حياة الريف البسيطة الصحية، فهناك تجنب دخان المصانع وسرعة حياة المدينة ووسائل المواصلات المزدحمة. نبدا بالاولى، some people بعض الناس بيفضلوا ذا سامبل، الحياه البسيطه معايا ولا لا؟ and healthy life، حلو التعبير بتاع healthy life، الحياه الايه؟ الصحيه، healthy life، healthy life، الحياه الصحيه، of the country، للريف. تمام كده يا جماعه؟ للريف. كمل كده، ويتجنبوا دخان الفاكتورز، المصانع، and the speed، وسرعه، بس واقف. الثانيه بقى ما جايبش سبيد وسرعة حياة مدينة، جايب سبيس وحتى كتبها غلط، يبقى الثانية غلط. هذه الثالثة بيقول لك وبعض الناس فهم بص بص كده شوف، بيقول لك وهناك يتجنبوا there، لو بصيت في ثلاثة جايب there اللي هي صفة الملكية، جايب there صفة الملكية، احنا عايزين there هناك، فهناك يبقى الثالثة غلط عشان there بالتي اتش اي اي ار اللي هو طبعا هو كاتبها غلط، هو على اساس جايب هنا صفات ملكيه. خلاص كده يا جماعه، وحتى هو كاتبها غلط نفسها الكلمه بتاعه زير. اربعه عندك هنا some people بعض الناس ريفير، خلي بالك مش ريفير هي فيري فير، يفضل. يبقى كده يا حبايبي وضحت ان هي الاولى، يبقى الترجمه رقم ثلاثه هي الاولى يا جماعه. خلاص؟ طيب ناخد الترجمه الرابعه. الترجمه الرابعه يا شباب، الترجمه الرابعه بيقول لك يسعدنا ان نشارك في هذه البطوله الدوليه. ها it pleases us، انه يسعدنا، ده تعبير لازم يجي معاه طول مصدر، it pleases us لازم طول مصدر، يبقى الاولى غلط عشان ما جابش طول مصدر، الاولى غلط عشان ما جابش طول مصدر. الثانيه يسعدنا ان take part in، ان نشارك. الثالثه بدا بيقول له شارك، ما جابش يسعدنا، ها معايا ولا لا؟ قال له شارك في هذه المسابقه، it pleases us يسعدنا، لا غلط، الترتيب خطا كده، جاي في صيغه امر، المفروض يسعدنا ان نشارك، يبقى الثالثه كتبها غلط. الرابعه it pleases us عايزه طول مصدر، يبقى الرابعه برضو غلط. حبيب قلبي يبقى هي الاولى اللي صح. حبايبي الحلوين في اللحظه دي
انت هو الملفين، احنا كل حلقه بنحدد ملفين، تخش حبيبي تحل وتصحح نفسك وتطمن على مستواك. حبايبي الحلوين شكرا، وان شاء الله ما تنساش تحمل اللينك بتاعك وتحل الاول، وبعد كده تدخل تتاكد بعد الحلقه، تذاكر النوتس بتاعك وتراجعها بالورقه والقلم. حبايبي الحلوين بالتوفيق، وان شاء الله ما تنساش ان كل يوم 3 و4 بتنزل حلقه من تراجم منصه حصص مصر وموقع لونج باد. شكرا بالتوفيق، وما تنساش ادعي لي وادعي لك. ابدا بنفسي، ربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.